السلام عليكم جميعا، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم رجعنا لكم من جديد، واليوم في عندنا أكثر من موضوع ضمن هذا الفيديو، فخليكم معنا يا إخوان. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم كل شيء جديد بالأيام القادمة، تمام؟ وشكرا يا إخوان، شكرا اليوم وبكرة واللي بعده واللي بعده على الدعم يلي عم تقدمونه إياه، وشكرا لكل شخص عم يشاهد هاي الفيديوهات. كل شكرا لكل شخص عم يحط لنا لايك، شكرا لكل شخص عم يشترك بالقناة، شكرا لكل شخص عم يكتب لنا تعليق. شكرا لكم من القلب، وان شاء الله هاي الامور كلياتها ميزان حسناتكم، تمام. وكمان في عندي موضوع يا اخوان، موضوع صغير جدا، بعرفكم انتم كفو وما تقصرون، وبحياتكم ما قصرتوا معي. في قناتي الثانية يا اخوان رابطها باول تعليق مثبت راح احطه، وكمان بصندوق الوصف. بتمنى من كل شخص مو مشترك بيها بتمنى يروح يشترك. طبعا راح تسألوني تقولوا لي ليش يا عمر بدنا نشترك ما احنا عم نشاهدك؟ يا اخوان احتياط، ما بنعرف بكرة شو بيصير، تمام. بتمنى من الكل يروح يشترك بالقناة الثانية، لربما يصير اي اشي يكون في عندنا قناة ثانية ويكونون متابعينا موجودين عالية، تمام. اليوم يا اخوان بهذا الفيديو في عنا عصايتين اسطوريات، عصايات فخمة جدا، انا بحب هاي العصاية، تمام. هاي العصاية طبعا عندنا بشكل كامل، شوفوا الحوض وكيف تمكسن معاي. طبعا هذول العصايات اثنين، خلينا نشوفكم يهن يا اخوان. وهاي العصايتين، عصا الملك وعصا الملك، عصايتين اسطوريات فعلا، عصايتين انا بحب هذول العصايات، وصارن معاي مكس بالصدفة، يعني ما كنت انا حاسب الحساب لهذا الموضوع، وما كنت بنفس الوقت اصور، تمام. راح تسألوني انه كيف انت مكست هذول العصايات؟ طبعا هن كان ناقصن على ترقية هذول العصايات، تمام. فعن طريق صندوق الجامع انا شريت صندوق، تمام، فاجيت ضغطت على الصندوق بسرعة، فالصدفة انه طلعت العصايتين بنفس الصندوق واخذن ترقيات حتى صار المكس بنفس الصندوق. فما كان فيه نصيب انه نصور الصندوق بشكل كامل عشان نشوفكم كيف صار معانا لف المكس، ولكن خليتهم ضمن الحساب وراح اشوفكم ياهن اليوم عشان تصير الفكرة عند الجميع ونحب نشاركهن معاكم، تمام. خلينا نمكس اول عصا يا اخوان، وهاي صارت معانا لفل ماكس اللي هي عصا الملك الكينج كيو، تمام. بتعطينا 300 نقطة للكيو باور، طبعا ما ظل عندنا كثير تقريبا عفوا، ونوصل الى لفل 95 وهو اللفل اللي انا احبه، وان شاء الله مع الايام يا اخوان اول باول راح اوصل الى لفل 100، تمام. هاي العصا خلصنا منها، فشو رايكم انتم بعصا الملك يا اخوان؟ نرجع العصا الثانية، العصا الأسطورية اللي هي عصا الملك، خلينا كمان ناخذ الترقية لإلها، وهيك صارت معانا ليفل ماكس. عصا جميلة جدا، ومن العصايات النادرة، يعني هذول العصايات يلي بينزلن داخل هاي اللعبة. اوكي، شو رأيكم اليوم نلعب بعصا الملك ولا عصا الملكة؟ شو رأيكم انتو؟ خلينا نشحنهن، هاي كمان بدها شوية شحن، هيك صار فل الشحن بيهن. طبعا احنا قبل هالمرة نزلنا فيديو ولعبنا بعصا الكينج كيو اللي هي عصا الملك، فاليوم راح نلعب بعصا الملك، تمام؟ والفيديوهات القادمة راح كمان نلعب بهاي العصا. طبعا صار منظر العصا يا اخوان فعلا اسطوري، اسطوري جدا منظر العصا، فعلا حلو جدا. كمان عصا الملك نفس الاشي، منظرها جميل جدا. ان شاء الله الله كريم يا اخوان، الكل يحصل على افضل من هذول العصايات. اتمنى لكم الخير يا اخوان، والله مثل ما انتم تتمنوا لي الخير. اوكي، راح نروح يا اخوان على طاولات الدوري، نلعب على هاي الطاولة ولا هاي ولا هاي.
راح نلعب على أصعب طاولة اللي هي أول وحدة. نجرب عصا الكينج كيو على هالطاولة كونه فوز متتالي على هاي الطاولة. فإخوان لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل، والله يجزاكم ألف خير وربي يسعدكم. لايكاتكم يا إخوان بدنا نوصل هذا الفيديو لأعلى رقم أنتو تتخيلون، وربي يوفقكم ويسعدكم جميعا. خلينا نفوت يا إخوان ونقول بسم الله. خلينا نشوف يا اخوان الحظ، وبلكي تيجي معانا الكسرة. تعال نشوف ادائنا مع هذا اللاعب. طلع معانا لف 141، حلو كسرة معاه والله. من وين هذا؟ من السعودية. ما فان، ده هندي اعتقد، هندي بالسعودية، مو هو عربي مستحيل. اذا كان شخص عربي راح يبين. هذا باهي مقيم عندكم يا اخوان بالسعودية. خلوا يلعب، خلينا نشوف شو بيساوي هذا اللاعب. يعني طيب يجوز يفوز علينا، يعني ما تعرفون، يعني ما تعرفون شو بيساوي. شوف اختار الكرات صغير، اختار الكرات صغيرة. أداؤه جميل باللعب على فكرة. حلو، لازم يقويه معلم. والله معلم يا اخوان. معلم. سكر على حاله. تعال تعال نعلمك المعلمية عاد. شي فك هاي هسه، شي فك. شي فك طب الستة عنده، يعني كيف بدي يفك هسه دين هاي؟ اوف، فكرت يضرب هاي. تيجي معاه، ما معقول ضربة حظ، مستحيل، لأنه هاي الطاولة تحديد بند. تعال يا عمري تعال، شكرا شكرا من القلب. أول شي نجيب طابة العشرة، تمام، وروحي. بعدها نجيب كمان هاي الطابة ونرجع سبن ونقولها روح، تمام تمام نرفع هيك. نجيب طابة التسعة، قوة الضربة، انزل تحت 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 100%. لك بس والله يا أخي أداءها فعلا خرافي. العصا، أداء العصا فعلا خرافي يا إخوان. لعيونكم لعيونكم والله. خلينا نشوف اللاعب الثاني. عفوا يا اخوان، والله شوي قريب وبرد وما اعرف شو الحاله. ننتظر عاد حتى يجينا اللاعب اللي بعده. من وين هذا اللاعب؟ برازيل. هذا من المغرب، تحياتي لأهل المغرب، تحياتي والله. بس بدنا نلعب يعني، اعذروني.
اي والله يا اخوان، ربي يعزكم. اها اجانا هذا الثاني، خسر من المغرب مسكين. اخسر هذا. اوكي جيم، فوق زين فوق زين. تقديمه للسبن. ممتاز والله، انتهى الجيم. بس يا عمري، بس يا عمري، بس يا عمري، بس خلاص هاي درجات سبين. بس عيونكم والله، لأنه خسر واحد من المغرب هذا يا إخوان، خسر واحد من إخواننا. آه والله، وين رحت؟ وصل عندك الإنترنت؟ يلا يا عمري، بدك تمعط يعني، خلص. يا الله، نوقف قلبي، قلت من العمى. بس ما يكون حسبوا له الفوز إله. أوه، وين هان؟ إيطاليا، إيطاليا الحبيب، ما فوت ولا طاب. إيش نختار يا إخوان؟ على السريع على السريع، أعتقد أختار الكرات صغيرة. روحي 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 روحي، بس كفو عليك، كفو كفو كفو. يا الله، ليش اختاريتها يعني؟ انا كنت ناوي اختار الخمسة. طيب، اوه يا حرام، بس بالله، بس لا، خلينا ادخل طابة اثنين. ايه ليش يا عمري؟ ليش 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 بدك تاكلني؟ ليش يا عمري؟ ليش؟ ليش يا
عمري ليش سكرت؟ لعيونكم وربي، لعيونكم وربي، والله أداء أسطوري وفعلا عصا أسطورية والله. حبايب القلب، ربي يعزكم ويرزقكم ويفتح بوجهكم إن شاء الله وين ما تصدون وين ما تروحون. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهاي العصا وشو رأيكم بهذا الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم. انتظرونا كمان ان شاء الله بالفيديو القادم، راح يكون فيديو اجمل من هذا الاشي، وراح تكون في امور اكثر واكثر وامور تخدمكم بالايام المقبلة. لا تنسونا الاشتراك بالقناة الثانية يا اخوان، لا تنسونا اللايك، اكتبونا بالتعليقات شو رأيكم. اتمنى لكم اوقات سعيدة، بترككم بامان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.